أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هو الضابط الذي نفرق به بين المسجد والمصلى؟ ما هو الضابط الذي نفرق به بين المسجد والمصلى؟ الذي إيش؟ نفرق به بين المسجد والمصلى. المسجد المبني اللي أعد للصلاة بصفة مستمرة ليلا ونهارا، هذا المسجد. أما المصلى هذا ما يصلى فيه وقت الحاجة فقط، ولم يبنى مسجدا، وإنما هو مساحة أو غرفة أو صالة أو ممر يصلى فيه وقت الحاجة، هذا هو المصلى. نعم. ويقول: وهل يشترط في المسجد أن تكون أرضه وقفا؟ فإذا كان الأمر كذلك، هل يشترط في المسجد أن تكون أرضه وقف؟ لا بد من، لا يكون مسجد إلا إذا كانت أرضه وقفا، أما إذا كانت أرضه غير وقف هذا يصير مسجد مؤقت فقط، مؤقت ليس مسجدا مستمرا، أو أحرى ما نقول أنه مصلى وليس مسجدا، لا بد أن تكون أرضية المسجد موقوفة. نعم. يقول: فإذا كان الأمر كذلك، فما حكم الأماكن التي تعطيها الدولة الكافرة للمسلمين الذين يقيمون في بلدها لجعلها مكانا يصلون فيه الجماعة والجمعة؟ لا بأس بذلك، إذا أعانكم الكفار على عبادتكم وعلى دينكم فلا بأس بقبول ذلك. إذا بنوا لكم مسجد أو أعطوكم أرض تبنون عليها مسجد فلا بأس بقبول هذا، لأن هذا مما يعينكم على عبادة الله وعلى طاعة الله. ما لم تكن الأرض مغصوبة أو تكون الأرض من كسب حرام، مشترات من كسب حرام أو من مال حرام، ما دامت أنها أصلها مباحة ولو كانت من الكفار لا بأس. نعم.